بالفعل قلت الانتصار ديال اليوم يعني كما كنقولوا عنده اهميه كبيره على بزاف ديال الحوايج، سواء في يعني في بزاف بزاف ديال الحوايج. ولهذا هذه لا موتيفاسيون اللي كانت عندنا، لانه عرفنا ان الانتصار غادي يحل لنا بزاف ديال بون مشاكل كما قلتي، واخا انه كاين بعض ماشي الاخطاء كما قلتي. عرفنا ان كاين اخطاء وكنحاولوا انهم كوريجيوهم. جا لاعب جديد اللي هو رضا العطاسي اللي كنا متبعينه وشفناه بزاف، كاين اطمئنان كبير. نتمنى ان شاء الله نتجاوزوا هذه المرحله هذه، ملي غتكون مجموعه متكامله غادي يكون كلام اخر، وان شاء الله تكون حسنيه في يعني في المستوى ديالها كبير.